اهدى اهدى بس اهدى يا استاذ فريد، ما تعيطش كده اهدى. انا اسف يا دكتور فريد، انا مش قادر امسك نفسي. طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ بعيط على الغدر، بعيط على الخيانه، بعيط على اللي بيعمله الانسان في اخوه الانسان. مش بعيط بقى. طب بس بقى، بس بقى كفايه عيط. بعيط انا كمان. لا يا دكتور ما تعيطش. وانت تعيط ليه وانت في حد ضحك عليك، في حد غدر بيك، في حد خانك بعد ما وثقت فيه؟ بتعيط ليه يا دكتور؟ عشان انا حصل لي كل اللي انت قلته ده. طب اهدى يا دكتور، اهدى وما تعملش في نفسك كده. سيبني يا استاذ كريم، سيبني عيط على الغدر، سيبني عيط على الخيانه، على اللي بيعمله الانسان فغول ازاي. يا ده الموضوع شكله كبير قوي. ايوه الموضوع كبير قوي. طب احكي لي بس ايه اللي مضايقك. حاضر. واحد بهدل الهدوء. انا اسف، يعني انا قاعد شكلي قدامك كده مبلوك. بابا الحاج نقراشي الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش وتفتكر يا دكتور. لا انا مش عايز افتكر. ليه؟ هو كان بيضربك اكتر؟ كان بيعذبك افظع؟ ما كانش بيديك مصروف؟ بالعكس، ده ما كانش حارمني من حاجة ابدا، وكان بيعاملني احسن معاملة. امال ايه بس اللي مزعلك؟ اللي مزعلني انه كان مصمم ادخل كلية الطب، وبالتحديد قسم الطب النفسي. وطبعا انت ما كنتش عايز الكلية دي ولا القسم ده. بالعكس، انا كنت بحب الدراسة جدا، وكنت الاول على دفعتي طول فترة الدراسة. الله، امال ايه المشكلة؟ المشكلة ان بسبب شغلانتي دي شفتكم، شفت سريع وكارم وكاظم وكلاني، وشفت حضرتك. وطبعا انت مبسوط جدا انك عرفتنا. مبسوط؟ تصدق بالله يا استاذ كريم، لا اله الا الله، انتوا اسوأ حاجة حصلت لي في حياتي. اسوأ حاجة؟ بص يا دكتور، انا مقدر الحالة اللي انت فيها، وعارف ان الاوباش اللي بره دول تعبوك بحكاياتهم، وتعبوك برضو بكذبهم. دول طهقوني وزهقوني في عشتي. طب ممكن تهدى بس يا دكتور وانسى كل اللي قالوه، وعايزك تركز معايا، عشان انا بقى هقولك الحقيقة اللي كلهم كانوا مخبيينها عنك. بجد هتقولي الحقيقة؟ ايوة، هحكي لك اللي حصل بالظبط وبمنتهى الامانة. تصدق تفائلت؟ والله تفائلت. طب اتفضل احكي يا استاذ كريم. طيب مش عايز تشرب ليمون او حاجة تروق اعصابك؟ عندك حق، الليمون هو احسن حاجة تروق اعصابنا. هجيب لك معايا. لا لا لا، ملوش لزوم. والله ما يحصل، لازم تشرب ليمون معاك. ماشي يا سيدي نشرب. يا لجين هاتلنا اتنين سحلب. اتفضل احكي يا استاذ كريم، انا متفائل بيك جدا. ماشي، ركز معايا بقى عشان انا احكي لك حاجة مختلفة تماما عن كل اللي هم قالوه. تصدق تفائلت اكتر. يلا يا باشا، يلا يا حبيبي. هو ماله كيلاني يا جماعة؟ حد يفهمني. مش عارف، انا كاظم صحاني وقال لي ان كيلاني معاه حدوتة. وانتم مصحيين الساعة 3 الصبح عشان كيلاني معاه حدوتة؟ طب ما كان يحكيها لنا بكرة الصبح. هذا الكائن يبهرني كل يوم بغبائه المتناهي. معاه حدوتة بمعنى معاه قصة، ومعاه قصة معناها معاه حوار. مفيش مشكلة، نكتب السيناريو بكرة برضو، مفيهاش حاجة. سكتوا الواد لهبل ده لحد ما نشوف مين لهبل التاني اللي حيكتب اسمه مع الشهداء النهاردة. هدي نفسك يا كيلاني، ومالكش دعوة انت بأي حاجة، احنا معاك وهنجيب لك حقك. يا ويلو ويا سواد ليلو اللي يفكر يجي على حد مننا، نحن بجانبك نساندك ونكاتفك. اي كلام بيتقال، مين جه عليك يا صاحبي وانا اعمل لك وش ولدم بالمشروم؟ شايلك للعزومه التقيله يا كارم يا اخويا، دي خناقه بسيطه. خناقه بسيطه؟ طب انا هطلع بقى احضر السلطه لحد ما تخلص. سلطه؟ سلطه ايه؟ ده انا اللي دماغي بقت سلطه. في ايه بس يا دكتور؟ حرام عليك يا اخي، وعمال اقول لك تفائلت واتنيلت. ما تهدى بس يا دكتور عشان اعرف اكمل. تكمل ايه بس؟ وعملت لي حكايه مختلفه ومش عارف ايه وحكايتي ايه يا جدع انت ده؟ ما انا فعلا حكايتي مختلفه، بس سيبني بس اكمل. لا يا استاذ كريم، انا اللي هكمل لك. اسمع يا منطقه، العربيه 27 الحمراء اللي راكنه قدام المحل تخصني. نقول كمان، العربيه 27 الحمراء اللي راكنه قدام المحل تخصني.
أي ذكر يتشالب يتدحرج دماغه توزه ويروح نواحيها يخربشها بس موس يلعب جنبها السبع بلطات هقطع وشه. اللهم بلغت، اللهم بشهد. ايه ده غريب قوي. هو ايه؟ مش هو ده اللي حصل برضو؟ هو ايه ده؟ كأنك كنت واقف معانا. على فكرة من ساعة ما شفتك وانا بشبه عليك. انت الواد حمادة الكموني مش كده؟ لا انا العربية 27 الحمرة سيدي. الله يحزك يا دكتور، ظريف ودمك زي العسل. بس قولي بجد، انت عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ عرفت من صحابك كارم وكاظم وكلاني. ما تقولش صحابي. صحابي ايه؟ الصاحب المفروض يساعد صاحبه، المفروض يقف جنبه. بس الموقف اللي حضرتك كنت بتحكيه اتقال منهم بنفس التفاصيل. معقولة؟ ايوة، وحكولي انكم كنتم صحاب وما افترقتوش ابدا عن بعض. فعلا كنا كده لحد ما ظهرت ثريا. ايوة ثريا، كلكم بتحكوا نفس الكلام لحد ما بتظهر ثريا. يا ريتها ما ظهرت يا شيخ. اهدى بس يا دكتور. يا ريتها كانت تاهت ولا اتخطفت. بعد الشر عليها. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ تعرف لو حد غيرك كان قال الكلام ده انا كنت قطعته بستاني. قطعني؟ اقول لك حاجه، انا هروح اجيب لك السكينه بنفسي. خليني ارتاح بقى من الهم اللي انا فيه ده. طب اهدى بس يا دكتور، على فكره مقدر الحاله اللي انت فيها، بس ارجوك لازم تسيبني اكمل عشان اللي هقوله لك بعد كده هيخليك تتاكد ان الناس اللي بره دول كلهم كدابين. لا يا راجل. ايوه اما نشوف. اتفضل احكي يا استاذ كريم. طيب مش عايز تشرب شويه ليمون يروق دمك؟ مش عايز اتنيل، اتفضل احكي. طيب خلاص انا هحكي. رساله الى الويل، رساله الى الويل. يا صفايح الكمبوت السيحه، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك الأمر. هي الزغلولة جاية هنا زيارة؟ لا يا أخويا، وانت صادق جاي عايش هنا؟ لا، ده أنا اللي هموت هنا ودلوقتي لو ما عرفتش اسمك إيه. بعد الشر عليك، إن شاء الله اللي يكرهك. أيهم فهم كثروا. يعني إيه يا حبيبي اللي انت قلته ده دلوقتي؟ يعني كتير، زي الصناديق اللي انت شايلاها دي. عنك انت يا مزمزيل. مزمزيل؟ ايوه، احنا لازم نساعدك ونطلع معاك. متشكرين قوي يا جماعه، بس دول صندوقين خفاف قوي. طيب انت تشيلي واحد وانا هشيل واحد. لو انت اللي هتشيل معايا يبقى موافقه. طب واحنا؟ انتوا بقى تورونا عرض كتافكم. لماذا؟ هل ستفصل لنا بدله؟ انا مش عايزه اتعبكم معايا يا جماعه، ممكن انت بس اللي تساعدني. هو انت اسمك ايه يا محروس انت؟ كريم. اسمي كريم. الله، اسمك جميل قوي يا كريم. ميرسي يا قمر. ممكن اعرف بقى انت اسمك ايه؟ ثريا. الله، ثريا. الله، ده اسم جميل قوي، ثريا. لا ده كتير يا ناس، انا اعصاب ما تستحملش اكتر من كده. في ايه بس يا دكتور؟ دكتور ايه؟ ده انا اللي عايز دكتور يعالجني من اللي انتوا عملتوه فيا. الله، انا عملت ايه بس؟ انا بحكي لك اللي حصل مش اكتر. ما هو انت بتحكي لي على اللي حصل، وكل واحد من الناس اللي بره حكى لي على اللي حصل، ولحد دلوقتي مش فاهم ايه اللي حصل. ايه الكلام الغريب اللي بتقوله ده يا دكتور؟ انا حكيت لك اللي حصل بالظبط، اوعى تصدق اي حاجه تانية من اللي هم قالوه. ازاي ما صدقش وانتوا كلكم بتبتدوا بنفس الحكايه، نفس الموقف؟ بس اول ما بتظهر ثريا كل واحد فيكو بيحكي لي حاجه مختلفه. اصدق مين؟ صدقني انا يا دكتور، انا كوكي اللي ثريا حبته. لو سبتنا اكمل حكايتي هتتاكد من كده. طب ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا ممكن. ممكن ما تقوليش يا دكتور؟ ما اقولكش يا دكتور، امال اقول لك ايه؟ قول يا زفت. ايه ده زفت ايه ده؟ كلام برضو يا دكتور؟ لا ما يصحش طبعا. اسمع الكلام، قول لي يا زفت. حاضر يا زفت. كده كويس؟ ايوه كده، انا كده ارتحت شويه. غريبه جدا، اول مره اشوف واحد بيرتاح لما يتشتم. اصل الشتيمه دي بتفكرني بماما الله يرحمها، كنت كل ما اتعب من المذاكره واروح اشتكي لها تقول لي كمل مذاكره يا زفت، اتلم يا زفت، امشي بعيد يا زفت. الاقي نفسي بقدره قادر
بقيت كويس ورجعت اذاكر تاني. طيب طيب حاضر يا دكتور، حاضر يا دكتور. ما تقوليش يا دكتور، قول لي يا زفت. حاضر يا زفت. ممكن بقى تتنايل تسكت يا زفت وتسيبني اكمل الحكايه يا زفت وتخرس وما اسمعش صوتك لحد ما اخلص يا زفت. طب ممكن بقى تتفضل حضرتك وتكمل حكايتك.